خلينا بقى ننتقل معاك يا كريم لموضوع تاني، لان بكره هيغيب محمد صلاح عن مراسم حفل ذا بيست اللي بيقيمه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا ده في سويسرا لاعلان افضل لاعب في العالم لعام 2021. دخل صلاح طبعا قائمه ذا بيست النهائيه بجانب ميسي وروبرت ليفاندوفسكي، وطبعا زي ما احنا عارفين صلاح مش هيسافر لارتباطه بالمشاركه في كاس الامم الافريقيه، وهو امبارح شارك في لقاء زي ما حضراتكم عارفين غينيا بيساو، وافتكر ان هو هيشارك كمان امام السودان يوم الاربعاء ان شاء الله المقبل بالجوله الثالثه. كل التوفيق باذن الله للمنتخب المصري.